السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن اليوم رغم الرحيل، رغم الحصار الذي جرى على أكثر من 40 قرية فلسطينية هجرت ودمرت، لم يبق منها إلا قرى معدودة على الأصابع، 3 قرى: أبو غوش، عين رافة، بيت نقوبة. رغم كل القوانين التي جرت، إلا أن جذورنا نبتت كما نبت هذا النبات. الجذور الفلسطينية جذور عميقة، بقيت فنمت وازدهرت، وها نحن نرى نموذجا واضحا في الفلسطينيين الذين في 48. هذا النموذج مرتبط بأرضه، مقدم لشعبه، ما زال يحمل الهوية وما زال ينتمي لأرضه ووطنه. أبو غوش هذا الاسم الذي اشتهرت به هذه القرية، ولكن دعيت في التاريخ بأسماء مهمة. دعيت باسم قرية يعريم، أي تعني قرية الغابات، ودعيت أيضا باسم قرية بعل. وفي العهد الروماني قام القائد الشهير تيتوس ببناء قلعة شهيرة وضخمة وكبيرة، وهذه القلعة أقيمت على عين ماء، ما زالت هذه العين جارية حتى يومنا هذا. ولكن في العهد الإسلامي دعيت هذه القرية باسم قرية العنب، وبقيت كذلك إلى أن أطلق عليها مؤخرا حينما سكنتها عائلة أبو غوش، وهي عائلة جاءت من مصر وعائلة شركسية عاشت في مصر، سكنت هذه البلد واشتهرت بها، وبالتالي أطلق اسم عائلة أبو غوش على اسم القرية، وأصبحت القرية باسم قرية أبو غوش. في 1520 عهد السلطان سليمان القانوني إلى عائلة أبي غوش، والتي كانت مسؤولة عن هذه القرية وسميت القرية باسمها، إلى حماية الطريق من يافا إلى القدس مقابل رسوم يتقاضاها آل أبي غوش. وبقيت هذه الرسوم سارية المفعول إلى أواخر الحكم المصري، حيث ألغى إبراهيم باشا هذه الفرع. قرية أبو غوش، هذه القرية ذكرت في المصادر التاريخية، فقد ذكرها ناصر خسرو، ذكرها في كتابه وفي رحلته سفر نعمة، قال بأن القرية فيها مبان قديمة وأثرية، وتكثر فيها الأشجار والغابات، وفيها أنواع من الفاكهة لا توجد في أي قرية أخرى. بلغت مساحة قرية العنب أو قرية أبو غوش حوالي 7570 دنما، وعدد سكانها الآن حوالي 7000 نسمة. تعد قرية أبو غوش قرية سياحية عالمية، حيث يقصدها كثير من السياح، وذلك لوجود كنيسة اسمها كنيسة العازر، وهذه الكنيسة كنيسة قديمة جدا، عثر فيها على كثير من البقايا الأثرية، فعثر بها على بقايا رحى لمعصرة، وعثر أيضا بها على قطع فخارية قديمة، كما وجدت أيضا بعض البقايا الحجرية مثل الحجارة التي تم استخراجها من الحفريات، ومنقوش عليها باللاتيني، وتدلل هذا على قدم هذه الكنيسة وقدم هذا البلد. خلال الحفريات التي جرت في قرية أبو غوش في عام 1902، تم اكتشاف العديد من المقتنيات الأثرية، وكان من ضمنها وجود التيجان ووجود الأعمدة، وعثر كذلك على حجر كلسي أبيض، وهو موجود الآن في المتحف الإسلامي من زمن عبد الملك بن مروان، كتبت عليه طرق المسافات. ومن هذا الحجر حمل النص التالي: قام بعمارة الطريق ما بين بيت المقدس إلى هذه القرية
عبد الملك ابن مروان، وتبعد هذه القرية 7 أميال عن بيت المقدس. قرية العنب، قبل 1000 عام كانت هذه القرية تدعى بقرية العنب. هؤلاء هم الأهل، هؤلاء هم الأجداد، علموا الأبناء وورثوهم زراعة العنب. ها نحن نرى آلاف الأشجار من العنب لتأكيد على الهوية، هذه الهوية الفلسطينية التي ما زالت باقية في هذه الأرض. هؤلاء السكان الذين حاصرهم الاستعمار وحاصرهم الانتداب وحاصرهم الاحتلال، ورغم ذلك بقوا أقوياء، جذورهم موجودة، مدارسهم موجودة. هذه القرية فيها أكثر من 4 مدارس، فيها مستوصف، فيها كل الاحتياجات التي يملكها أي إنسان. ولكن مع هذا الحصار ومع هذه القرية ومع شجرة العنب التي تنبت، نبتت جذور هؤلاء الناس. ورغم ذلك فإننا نشاهد على أعالي هذه القرية، وفي أعاليها هنا كانت قرية، هنا كانت بيت نقوبة، أزيحوا من هنا حتى لا يكون هناك تلاحم وتواصل بين القرى. في محل بيت نقوبة أنشئت مستعمرة بيت نكاب. هذه المستعمرة ما زالت قائمة وموجودة، ورحل أهالي بيت نقوبة إلى منطقة ثانية. بيت نقوبة قرية عربية صامدة عرفت في التاريخ، بل هي من أكثر القرى التي ظهرت فيها العيون، فيها أكثر من 10 عيون، مسافتها تزيد على 9 دنومات، تبعد عن القدس حوالي 10 كيلومترات. ولكن ماذا جرى لبيت نقوبة؟ في عام 1948 تم ترحيل جميع أهالي بيت نقوبة من مكانهم الأصلي إلى هذا المكان، وهو جزء من أراضيهم. ها هي بيت نقوبة الآن كونت وأصبحت بلد يزيد تعدادها على 2500 نسمة. بعد 9000 دنم من مساحة بيت نقوبة، الآن الاحتلال يعطيهم فقط حوالي 300 دنم. 300 دنم شغلت فقط المساحة المبنية عليها. نحن نلاحظ أن 3 قرى هذه، أبو غوش، بيت نقوبة، عين رافة، عبارة عن جزيرة في محيطها تحيط المستوطنات. وهكذا حصرت هذه القرى وحصر أهلها، فلم يعد لهم أي شيء آخر. عين الأمور، تلك العين التي عرفت منذ قديم الزمان. هنا كانت قرية، ولكن ذهبت القرية بكل أهلها في 1948 لتحل مكانها قرية عين رافة. هذه القرية التي أصبحت عين العمور جزءا من أراضيها. هذه العين عين عربية صافية ناطقة بأهلها إلى يوم القيامة. هذه بقية البيوت التي كانت منصوبة على العين، نجد أساساتها التي كانت عليها، ولم يبقى سوى هذه الحجارة التي تدللنا على قدم البيت العربي الفلسطيني. ولكن في 1948 مر الأعداء هنا ليدمروا كل شيء، ولم يبقى من عين العمور سوى هذه العين النابضة الصافية. رغم الكيد ورغم المؤامرة ورغم كل ما يجري، فنحن نشاهد هذه الماشية العربية التي تحن إلى مائها وتشرب من مائها. رغم الحصار، رغم الضيق، رغم ما كنا فيه من جزر محاصرة، بل هي جزيرة صغيرة أحيطت بالـ3 قرى، بأبو غوش
وبيت نقوبة وعين رافة، إلا أن هذه الجبال الخضراء التي صودرت لتكون في يوم من الأيام مستعمرات تحيط بهذه الجزيرة كما تحاط الإسوارة بالمعصم، رغم ذلك فإننا صاعدون وقادمون، جذورنا باقية، جذورنا عربية إلى يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يصدق أن قطع هذا الشارع يعني قطع الحدود التي كانت بين غربي القدس وشرقيها؟ نعم، هذا ما كان وهذا ما جرى. فلقد نجحت القوات الصهيونية في 5 حزيران 1967 في إزالة الشريط الذي كان موجودا ما بين غربي القدس وما بين شرقيها في هذا الشارع بالضبط، هذا الشارع الذي يؤدي إلى طريق الخليل. إلى الخليل أزيل الشريط وضمت القدس إلى قدس واحدة وأصبحت القدس تحت السيطرة الإسرائيلية. بوابة مندلبوم، البوابة الوحيدة التي كان يسمح منها للدخول إلى شرقي القدس من غربيها، ولكن نتيجة ماذا؟ نتيجة المعاهدة التي عقدت ما بين الأردن وإسرائيل في رودس عام 1949 أبقت المدينة مقسومة إلى شطرين، وكان هذا الباب الباب الجديد مغلقا ولم يفتح إلا بعد 5 حزيران 1967 حينما أعلنت إسرائيل بأن القدس الموحدة عاصمتها الأبدية. هذا الجدار وهذه الأسلاك الشائكة وهذه البوابة التي تعتبر البوابة الجنوبية والتي حجزت أكثر من حوالي 1 مليون فلسطيني من منطقة بيت لحم والخليل، حجزتهم من الدخول إلى مدينة القدس. هذه البوابة وهذا الجدار الذي منع هؤلاء الناس من الوصول إلى مدينة القدس، بل أثر على حياتهم الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية. لقد أصبح هذا المدخل كأنه مدخل حدودي، فلا يستطيع أحد أن يدخل إلى مدينة القدس إلا بتصريح، ولا يستطيع أحد أيضا أن يتعلم أو أن يصل إلى جامعة أو أن يصل إلى مستشفى في مدينة القدس إلا بتصريح، وهيهات هيهات حتى يحصل على هذا التصريح، لربما يقبض ولربما يموت قبل أن يحصل على هذا التصريح.
عشرات العمال، هؤلاء العمال الذين خرجوا للقمة العيش منذ الساعة 3 صباحا استيقظوا، ولكنهم وقفوا على المعبر بعد أشهر طويلة في انتظار التصريح. حدثني أحدهم، قلت له لما تقف؟ قال مثلي مثل زملائي، لقد وقفنا على المعبر ما يزيد على 5 ساعات حتى إذا انتهى وقت قبولنا لم يعد بإمكاننا أن نذهب إلى العمل، فها نحن ننتظر لعل أحدا يأتي فنبحث عن لقمة عيش جديدة في هذا اليوم. شرفات، هذه القرية العربية التي لا تبعد عن بيت لحم سوى 2 كيلومترا وتبعد عن القدس 8 كيلومترات. هذه القرية التي بلغت مساحتها حوالي 2000 دنم من الأراضي، هذه الأراضي أصبحت في معظمها يقام عليها المستعمرات، وشطرت هذه البلد شطرين في عام 48 ولم يتبقى منها إلا جزء بسيط ما زال موجودا حتى هذا اليوم. في طرقات شرفات تبحث عن المدرسة، تبحث عن المسجد، تبحث عن الناس الذين كانوا هنا. في عام 1951 هاجمت العصابات الصهيونية هذه القرية، فرحل من رحل وبقي من بقي، ولكن شرفات تبقى القرية النابضة العربية، القرية المقدسية التي ما زالت قائمة رغم الدمار رغم الحصار. ففي شرفات محاولة لإعادة نهضتها من جديد. وجدنا في داخل المسجد الصفوف، ووجدنا أيضا أن هذه المدرسة منتشرة في عدة بنايات لعدم وجود الكفاءة ولعدم اهتمام القائمين أين البلدية التي توفر الصفوف المدرسية، فشردت معظم أهلها ولم يعد للمسجد مأذنة ولم يعد للبلد مدرسة. أين التعليم؟ أين المأذنة؟ كل ذلك فعلته سلطات الاحتلال بعدما شردت أهالي هذه القرية، هذه القرية التي أعادت نفسها من جديد لكي تقيم مدرسة ولكي تقيم مأذنة ولكي ترمم شأنها من جديد. هذه هي شرفات المجاهدة الثابتة بأهلها. بيت صفافة، إحدى قرى جنوبي القدس، هذه القرية التي لا تبعد عن المدينة المصورة القديمة سوى 8 كيلومترات وتبعد عن بيت لحم حوالي 2 كيلومتر. أهلها امتازوا بالزراعة على مدار التاريخ، ولكن مع دخول الاحتلال في عام 1948 شطر هذه البلدة شطرين، فجعل شطر منها يتبع للقدس الغربية وشطر
للقدس الشرقية في مصطلح نحن نقول بأنه مصطلح خاطئ، إذ أن القدس واحدة، فغربيها وشرقيها لا يمكن أن تكون قدسان. في بيت صفافة هنا التعليم فيه نوع من الحساسية ونوع من الخاصية، فالتعليم فيه مختلط، ولكن رغم ذلك نجد أن عطاء بيت صفافة عطاء عربي، فلقد ذكرت في المصادر أن بيت صفافة تعاد إلى صفا أي العطشان أي بيت العطشان، ومعروف عن أهل هذا البلد الكرم والعطاء وسقايتهم للعطشان وتقديم الطعام وإكرام الضيف، وهذا شأنهم حتى يومنا هذا. هذه البلد التي بلغ تعداد سكانها حاليا أكثر من 7000 نسمة، ومساحتها تزيد على 3000 دنم، فيها العديد من المساجد، أقدمها مسجد البطمة، والذي قام أهل البلد جزاهم الله خيرا بإعادة هذا المسجد، وهو من الزمن الصلاحي أعادوه لوظيفته الأساسية، فكثر فيه العباد وكثر فيه الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ليعيدوا إلى بيت صفافة هويتها العربية والإسلامية من جديد. هذه سكة الحديد التي كانت تربط ما بين القدس ويافا، وأصلها سكة عثمانية، ولكن ماذا جرى لهذه السكة؟ هذه السكة التي ابتلعت عشرات الدنومات من أراضي بيت صفافة، وكذلك ابتلعت عشرات الدنومات من قرى ثانية، ولكنها هنا كانت مميزة، كانت الحد الفاصل الذي يفصل بيت صفافة ما بين 48 وما بين 67. من هنا ومن خلف هذا الشيك كان أهالي بيت صفافة يتبادلون التهاني وربما يتبادلون العزاء، ولمدة 20 عاما كان هذا السياج هو الذي يفصل بين طرفي القرية. في زيارة لمقبرة بيت صفافة لاحظنا كما لاحظنا في معظم قرى بيت المقدس، أولئك الذين سقطوا من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى هنا قائمة بأسماء شهداء بيت صفافة من 48 ولغاية الآن. هذه القائمة قائمة شرف وقائمة لا تنسى، شرف لبيت صفافة وشرف لمدينة القدس أن يسقط هؤلاء في سبيل الدفاع عن عروبيتها وإسلاميتها.